حاضر انه يدير هذه النتيجه. ما وراوش واحد الصوره كان علقت عليها كثير التلفزيون والصحفيين يوم سجلوا علينا هدف. سعدان كان جالس بكل ارتياح افيك ديكونتراكسيون. علاش؟ لانه كنا شفنا كيش يقولوا له المباراه اللي عملوها تونس، وصراحه كنا احسن منهم، كنا متاكدين يعني باللي ما نخسروش المباراه. حكيم جيلي يبقى في الذاكره دون شك، يعني هذا هذول كما يقول لك عطاو الوثبه الحقيقيه لكره القدم الجزائريه وتبقى في التاريخ، واحد ما قدر ينساهم. ولكن انا ضد الشرعيه التاريخيه في كره القدم، انا مع التاريخ مي كونت لا ليجيتيميتي هيستوريك، جو سو افيك ليستوار. فاروق متعه، انت تشاهد طريقه مرات باللومي، عصاد كيف يلعب، مجال كيف يسجل والبقيه. صافي بليزير، كبرنا بهم هذوما، سي دي جوار سي هذوك راك تشوف في فيلم سينما، ماذا بينا لي ماتش هذوما كل سمعنا نعاودوهم. حسين، انا كنت نقول كره حديثه كانوا يلعبوا، شفنا قبل ان نكتشفها مع البارسا التمريره الاخيره يعملها يعني لاعب اكسيال هو يدير لا ديرنيير باس، كانوا يعني لاعبين خارقين للعاده. طبعا لاعبين خارقين للعاده. المنتخب الجزائري اذا سيستقبل المنتخب التنزاني يوم الثلاثاء القادم بملعب مصطفى تشاكر بالبوليده. الصور الخاصه بعوده المنتخب الجزائري وبتصريحات اللاعبين ايضا تشاهدونها في حصه ساعه رياضه لزميل حسن جابر. في سهره الاثنين القادم ايضا سيكون هناك روبورتاج لمده 52 دقيقه بعنوان اوسمه على جدران التاريخ، ما فعله نجوم جبهه التحرير الوطني بعد فترة الاستقلال. ولكن قبل أن نختم هذا البرنامج نعود سي نور الدين سعدي للمنتخب الجزائري، وشنو هو ربما رسالتك للجماهير الجزائرية وانت اللي كنت تتحدث وتقول بأنه لكي يفوز المنتخب الجزائري يجب أن نقف جميعا وراءه، وحتى بالخصوص الجماهير الجزائرية؟ أنا نظن أنا متأسف، لأن كنت متمني أن الفريق الوطني يرجع إلى 5 جويلية، ولكن صراحة أنا مع الفكرة أنهم يرجعوا للبوليدة، بحيث هناك ما عندي حتى توصية. الجمهور اللي موالف يروح يساند الفريق الوطني في البوليدة دائما وراء الفريق. مفتاح الفوز حكم ترى هي الثقة، لازم ثقة، ليست فوق اللزوم، ثقة مع التركيز، ثقة في إمكانيات الفريق الوطني مع التركيز. وشنو هي الاشياء اللي لازم تكون في المنتخب حتى يروحنا الخوف فاروق، وانت اللي راك خايف شويه؟ كما قال الشيخ حكيم، لا كونسونطراسيون تكون ماكسيمال، باسكو هذا ماتش اللي راح نجوزوا به لي جروب، وحنا تايقين في الفريق ديالنا، عندنا لاعبين كبار وعندنا فريق كبير. نخلوه كما يقول لك هذو 3 ايام لازم كاع الشعب واقف معاه، سواء صحافه ولا، ومن بعد الانتقادات عندنا الوقت. حسين، نقول باللي لازم الفريق الوطني اولا يعني يلعب القدره تاعو 100%، ان شاء الله يعني يؤدي المردود تاعو المعتاد، وان شاء الله فهاد الناحيه ولا الفريق الوطني يلعب يعني بالقدره تاعو ما راحش تكون مفاجاه، ولكن ما نحقروش هذا الخصم، لان يقدر يعني يغلق ويلعب بالهجومات يعني المضاده وهي قوته، ان شاء الله ما نخلوه يعني ما نخلوش مجال يعني المفاجاه هذه. حسين سكريني خلى فراغ اليوم في هذا البلاطو. ما عندناش يعني اليوم ما عندناش بلاصه اليوم، ما عندناش يعني على كاش بيناتي ما كاش بيناتي. تحيه خاصه اذا لخبيرنا محمد زكري الذي سيلتحق بنا الاسبوع القادم الذي نلقاكم فيه باذن الله للحديث عن المحترف الاول موبيليز. شكرا اذا لكل من رافقنا وساعدنا في اعداد هذا البرنامج، الشكر موصول ايضا لعمال استوديو رقم 1 بقياده المخرج يزيد بلكوت، المساعده رشيد ميكيداش، ليلى بن طرحات، ياسمين قادري، اللتين مسؤول ايضا هشام سعدودي الثلاثي الذي ساهم في اعداد هذا البرنامج. نلقاكم باذن الله الاسبوع القادم، شكرا والى اللقاء.
أريدو قدم لكم برنامج استوديو المحترفين. أريدو ديما معكم. ديروا حالة أريدوا ديما معكم. علي تحدي سحاري الجزائر وفي طبعته الأولى حط الرحالة بالجزائر. الكسكس الجزائري très bon. Vraiment très bon. Paysage magnifique, organisation super. تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية على مسافة 1770 كيلومتر. Le peuple algérien est super généreux, très gentil. Un accueil magnifique. رالي تحدي صحاري الجزائر وفي طبعته الأولى. مراحل ومنافسات هذه الدورة واكتشاف الجزائر العميقة. تتابعونها من خلال برنامج ماستر سبور مع دنيا حجاب. هذا الأحد عند 26 دقيقة على الجزائرية الثالثة. فيها الكثير من الأسرار. مرحبا بكم. مساء الخير عليكم سيداتي اوانيسي سادتي، على بالي بلي راكم مخلوعين زعما راكم تقولوا توحه مسكينه كيفاش راهي مريحه مع البيبليك. هادو بنياتي لابوتي الله يبارك، راهي عندي حمامه منا وحمامه منا. والبيبليك تاع اليوم سي سبيسيال، البيبليك تاع اليوم احسن بيبليك في العالم. الابلو مازال ما حفظتوش، نضلي غير نهضر معاكم حتى نقول ديسمو. هيا ابلو، قلت انا ديسمو، قلت حاجه بسم الله الرحمن الرحيم لنا نجينا وجوء محمد، قولوا امين. ابلوديسمو. هيا هيا كيما نخبر فيكم بنياتي، زعما ما تنخلعوش الجماهير واللي فان تاعي، ما تنخلعوش زعما توحى راهي قاعده هنايا. انا كيما قلت لكم مع بالكم سي موا كي كوموند ايسي. اسكو فو زافي كومبري؟ هزي راسك بنتي، هزي راسك، ديري هاك كاميرا، ديري هاكا هذيك الصحة. شوف أنا بعد ما خدمت لا لوما، من بعد ما خدمت أنا لا لوما نقولها حلومتي، صديقة حلومة لا لوما مسكينة، تعرف تدير هكا تروح للسما تعاود تولي تعاود تجي هكا طيارة تطير مع الطايرين. وخدمت حتى وصلت، خدمت لا لوما، خدمت كيسميها لي كاميرا أليبول، خدمت كيما عميد ريستاني، كيما خدمت باقي لي غير زعما غير البلاصة تاع المخرج تاع مصطفى حجة، راني باغي نمشي ندير ستاج باش نولي كيفاه ان شاء الله. هيا اش بغيت نقول لكم زعما باللي ما تنخلعوش اليوم، راني سمحوا لي باين نروح نقي شويه، هلا غالب ديغراداوني بصح انا سبابي غير داك ماسي كل شيء من ظهره، الله يجيب له ان شاء الله يا ربي. اش غادي نقول لك، الحب ينوضه في راسه ان شاء الله. هذاك ماسي راه يدور بيا بزاف، دوك نهضر معاه وما تنخلعوش ثانيه باسكو على بالكم سي موا كي كوموند ايسي، وباش ندير لكم لا جو لا كيسموها كوم يسابيلو فرونسي لا جوستيفيكاسيون نتاع الخدمه تاعي باللي انا نكوموندي هنا، دوك تعرفوا علاه، خاش انا اللي نقي الديكور، ولو كان ماشي انا نقي الديكور والله ما راهي باديه لي ميسيون. انا دو دابور تعرفوا كيف صار لي، شفتوا طياره بوينغ 747 باسكو سي مو سبيساليتي، سبيساليتي تاع 400 باساجي، الطياره اللي يديروا لها الكاله عند الجراره تاعها الكاله هذاك اللي يقلع الكاله هذيك الشاوله، لو كان ما يقلعهاش الطياره ما تروحش، اما لا غير كيما هكا توحى لو كان ما تنقيش استوديو ليميسيون ما تبداش. هيا ما نطولش عليكم، سمحوا لي نروح نقي شويه. ايه بيبليك زايروا روحكم، ها زايرين راكم متفاهمين؟
كي نقول ابلوديسمون زكوتو وزغرتو ديروا كل شيء. اسكو فوز افي كومبري؟ قولوا وي بعمي راكم تسحرين. اسكو فوز افي كومبري؟ فوالا سي لو مو اكزاكت. اسمحوا لي هيا كما فهمتك انت يا بنتي. هي نقي شويه على خاطر راهم يعبسوا لي بزاف هاد اليامات رايحين موليين. ها الحمد لله راني غايه خدمه شريفه نيشان راني غالطه. ها نيشان لا ما الدوره نيشان ما راكم كاع تحسب رانا في بسم الله الرحمن الرحيم. اين نخيتك ها هي على الطابله ياه بعد ما كنت نريح تما ونهدر ها وندير في لي زانترون تاوعي وكاع داروها بيا بصح ما عليش نروح نروح مجيت ماسين افيك ا لافير سيل فو بلي نقي. سبحان الله سبحان الله عندها الزهر ماسي بلاصته دايما مقيه. انا كاع لي ميتي خدمتهم بصح كاينه ميتي وحده ما خدمتهاش. شوالة شوالة يا ربي شوالة شوالة دي جي باقي لي نخدم الدي جي نروح نسيب ولا زعما نسلكها. مازال صغيرة وندقدق البيستاش نروح نروح نسيب نخدم في الدي جي نوري لهم نوري لهم باللي جو في تو. دوك ما جاش ديجا راه روطار ديجا راه روطار ودوك يدبر لي على على كذبة جديدة. اي اي وانتيا انتيا نورمالمون 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 دروك كانت بيناتك ملكي ما هاك سي فيني فروطوار انا وياك ما تخدم معايا ما نخدم معاك مع السلامه نقعد في الدي جي. بون هاد الحيه طباصه راني نشوف غير طباصه والحيه مكعبره هنا ها مش كاع شراه داير هذاك بصح والله غير شيء بيبليك راكم ماجدين زاكو ما اوت فوا اوت فوا سيل فو بلي بيبليك فوالا اوكي. تعجبني هذه. توحوشا كي ديري؟ الرحمن الرحيم حسبتك كاع عوا وراك مورايا ولا؟ شتا كاين؟ ها؟ جيت روطار ديتي لي بلاصتي. لا ولدي كيفاش راني ندير انا؟ انا قلت لك ذاك العام بلي جو في تو. راني نخدم في الدي جي. صح انا روطار برك شويه سيركيلاسيون برك هذا ما كان بصح ما صح سيركيلاسيون تما نتايا وماسي عندكم مونت باس واحد سيركيلاسيون ولا الماكياج. شوف يا رفيق ولدي على الشيطان انا على الشيطان الله يخزيه لي ميسيون رانا راني من الصباح راني ندور وحدي نقي درت كل شيء وانتم معاكم عاد روطار حجه ها سنيك سنين مالهم وراهم فكرني في سنين سنين ها ولدي ولو كان نحكي لك عليهم عينوني السيمانه اللي فاتت ها ودرت السنين 36 مليون صادق 9 مليون الحبه وعينيهم هاي عينيهم لازير لازير عينيهم لازير عينوني شتا غادي نقول ولدي رفيق كنت رايحه للعرس لا زعما انا ما كنتش رايحه كنت صادمه خاطر انا نصدم في العرس انا العرس نصدم لهم وندي معايا بورصه باش ندي فيها الكاطون ونجي غاديه ما معروضه ولا لا زاد فوالا هيا عطاونا في ذاك العرس عطاونا هذا العرس في وهران عطاونا الطورنو وهذاك الطورنو طرت عليه هنايا هذا ضربت العضه الاولى 18 مليون راحت منا و 18 مليون راحت منا بقى لي الفيد هنايا هيا قلعتهم اولدي ودرتهم تحت التراب ودفنتهم وزيد اون بليس دو سان لي كومونتير لي كومونتير تاع لي فان تاع لي ميسيون تاعنا تاع رانا هنا قالوا لي الحاجه قالوا لي والله تعجبينا كي تكوني بلا سنين هي هذيك هي طاحت سواسوا خموس عليك الحاج الله يسلمك واقولها وعاودها خموس عليك قولها وعاودها مازال ندقدق مازال زعما حسبتوا لي طاحوا لي راني هنا سي موا كي كوموندي سي
بصح ولدي شوف يا ولدي رفيق. نعم. انت مية غادي تجي اوموند. الله يحفظك الحاجة. فوالا ونبغيك ونعزك بصح كي تشوفني هنايا ما توسوس ما والو. لا 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 على بالي انا تاكل عليك على بالي انا انت على بالي دوري غير على ماسين انا على بالي خاطري. هذيك الصحة لا ما تلعبها ليش انت وماسي تبغي منا ولا منا. انا خاطر انا راني غير نتعلم واني غير اسيستونت. نعلمك الحاجة نعلمك. سي بون. واش تقول لي لو كان نروحو ندخلو ماسي؟ هي بصح كي ندير له ماسي نخيرو له موسيقى شابة ولا؟ ما وجدتيش. نورمالمون راني موجدة. نورمالمون. هيا نشوف انا بالك هذه خير. هيا ودي خوف اترك روحك اترك روحك. دخلي انت ولا انا؟ لا انا ندبر راسي روح. شوف انت ديري الكاس. هيا ندير الكاس. وانا ندخل ماسي. هيا روح. هيا ابلور ماسي. نسنا وحبابنا مرحبا بكم فرحان بلقاكم من جديد على بالي باللي راكم تشوفوا في هذه ما فهمتوش علاش دخلت معايا هدية إيبان هدية هي الضيفة تاعنا لنهار اليوم العزيزة اللي فرحوا بها ليزالجيريان وفرحوا بها كل المحبين تاع الرياضة الجزائرية. هذا الشيء راح يكون حاضر في برنامجنا لنهار اليوم اللي انتوما ما لازمش تزابيو وإنما تقعدوا ديما مع التلفزيون الجزائري والبرنامج تاعكم رانا هنا لنهار اليوم اغيان كو لي سوربريز. تبعونا نروحوا للبلاطو برينسيبال. ميم انا راني هنا جو سوي لا ما شكيتش الحجره طيروك الحجره طيروني اه عندك بلاصه واحده اخرى الحجره اليوم يا ودي غي انا اللي ما نطيرش انت تطير رفيق يطير مصطفى حجاج يطير الشوفير يطير لا ما تطير كل غيت وحالي تقعد لكم هنايا كي محمرون حاجه حاجه غادي نبداو ليميسيون ليميسيون تاعنا هنا بدات في هذا الاثناء مع تحيه الجمهور راح نستقبلوا اول ضيف لي صنع نجوميه وصنع في نفس الوقت التميز من خلال ادائه في الفريق الوطني العسكري ايبا لنهار اليوم راح نحكيوا على الالعاب العالميه السادسه بكوريا الجنوبيه والنجوم اللي صنعوا اكيد بريق الوان العالم الوطني. اعطونا في البدايه تحيه كبيره على لاعب كره القدم العسكريه ممدين عبد الكريم. يحيى ولاد بلادي ويحيى ولاد بلادي وحنانا بالعزاز احنا ولاد الجزائر خاوه في كل بلاد. يحيى ولاد بلادي ويحيى ولاد بلادي وحنانا بالعزاز احنا ولاد الجزائر خاوه في كل بلاد. هذه الكاس اللي راهي قدامي اكيد هي اللي كانت بعد الانجاز اللي قدموا شبابنا ومن بينهم اكيد ضيفنا اللي راهو حاضر معنا اللي تعطونا تحيه واحده اخرى عليه نمديل عبد الكريم اللي شرف المنتخب الوطني العسكري الجزائري من خلال حصولنا على هذا الكاس بكوريا الجنوبيه. مرحبا بك عبد الكريم مره واحده اخرى. مرحبا اخي ماسي. واش راك لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. صافي بليزير يعني بعد ما عييت بعد ما يعني درت كاع لو ماكسيموم من واش عندك باش تشوف هذا الكاس يعني قريبه منك بعد ما كانت بعيده بالك بوسيبل كنت تحلم بها في يوم من الايام وي يعني كما كنت نحكي لك كل لاعب يحمل قميص فريق الوطني احنا نقولوا فريق الوطني العسكري يحلم به يلحق لهذا التتويج وحنا انا قلت لك انا ربي وفقنا الحمد لله ولحقنا ورجعنا بالكاس الغالي. احكي لي على الفرحه نتاعك
وانت تعرف انه الفريق الوطني العسكري الممثل لكرة القدم الجزائرية يشارك في هذا الكأس العالمية السادسة ويحرص في نفس الوقت هذا النتيجة الإيجابية بزاف. بيان سور الفرحة راح تكون كبيرة. الحاجة الأولى الواحد رحنا احنا شرفنا الفريق الوطني، هذا فريق وطني شرفنا البلاد، دافعنا على المايو تاع البلاد. الحاجة الثانية التتويج هذا يدخل بالماريس تاع اللاعب، والحمد لله هذه فرحة كانت كبيرة، ما نقدرش نوصف لك الفرحة تاعها. الفرحة كانت كبيرة علاش؟ باسكو ما كنتش أنت فقط يعني اللي فرحت بهذا التتويج، وإنما كاع المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا، كاع الجزائريين، كاع أصدقاء الجزائر كانوا فرحانين، وخاصة كذلك يعني العائلة تاعك، الأصدقاء، لونتوراج تاعك، كاع فرحوا حتى كاين الجمهور الجزائري، شعب بزاف فرح بهذا التتويج. أكيد راح نزيدوا نحكيوا أكثر 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 على هذا التتويج ولا العمل الجبار اللي قدموا كل يعني هذا الشباب اللي ما شاء الله عليهم، يعني راهم شرفوا وحماوا في نفس الوقت ألوان العلم الوطني في هذه المنافسة وهذا الكأس، أكيد اللي هي من نصيب اللي كانوا قادرين باش يبرهنوا أن الجزائر حاضرة في كل المجالات وحتى في كرة القدم، ماشي فقط في كرة القدم وإنما حتى في الملاكمة. وضيفنا الثاني اللي راح نرحبوا به في هذا الأثناء هو كذلك اللي ما راهوش راح ينسى هذا التتويج وهذا العمل اللي قدمه في كوريا الجنوبية. أعطونا تحية كبيرة على الملاكم عبد اللي يحيى. أكيد كلنا غنينا وكلنا فرحنا وكلنا أكيد كنا حاضرين أمام شاشة التلفزيون وإحنا ننتظروا في آخر الأخبار تاع المنتخب أكيد العسكري، وننتظروا في أخبار تانيك يعني يحيى اللي شرفنا بالميدالية الذهبية. يحيى مرحبا بك في برنامج رانا هنا. الخير أخ ناصي، ونحيي كامل البيبليك اللي راه حاضر هنا واللي شاهد فينا عبر الشاشة. ربي يحفظك إن شاء الله ويخليك للجزائر والملاكمة الجزائرية. أكيد أنت راك رايح تكون القدوة بزاف تاع الشباب اللي يحبوا الملاكمة وراح يفرحوا لأنه أنت 24 سنة. الله يبارك. بارك فيك. وراكم متقاربين، يعني هو 26 سنة وأنت 24 سنة، في عز شبابكم أحرزتوا دي تيتخ كيما هذوما. واش تقدر تحكي لنا يعني بعد ما أعطوا لك الميدالية الذهبية وأخذتها أقول بجدارة؟ اولا الحمد لله يا ربي قدرنا باش ندخلوا في المنافسه هذه بقوه، والمنافسه هذه كما يخفاش عليك كانت صعيبه بزاف، حضور منتخبات كبيره كما شوفوا لا روسيا عندهم ان غرون ايكيب، بصح احنا ما نخافوش، احنا ما نخافوش لانه عندنا شباب كيما انتونا وعندنا يحيى في نفس الوقت. يحيى على بالي باللي عييت بزاف يعني باش تحصلت على هذا اللقب. انت ما كنتش تناضل على الميداليه فقط وانما باش تخلد اسم الجزائر في مثل هذه المناسبات. كان الهدف تاعك هذا؟ كان الهدف باش العلم يطلع، هذا هو الحاجه الاولى زعما. ونزلت أربع منازلات من دور ثم النهائي، ثم كانت شوية صعبة. أكيد شرفوا البلاد وشرفوا الجزائر وشرفوا الرياضة الجزائرية. نعاود نولي يعني للضيف تاعنا الأول عبد الكريم. عبد الكريم، هذا الشيء يجي بعد ما الإنسان يرسم هدف في باله، يقول أنه أنا لازم نوصل لهذا الهدف، خاصة أنه كرة القدم أنت ما بديتهاش من اليوم وإنما بديتها في منتخبات، يعني كنت داولت على الكثير من المنتخبات، فرق محلية. آخر يعني راك مع السي ار بي؟ أنا مع السي ار بي، شباب الوزداد في نفس الوقت. نعم، شباب الوزداد في نفس الوقت مع الفريق الوطني العسكري. صح. كيفاش حتى صنعت هذا الاسم اللي راح نتفكروه دائما، يعني نمديل عبد الكريم، كيفاش صنعت التميز تاعك في نفس الوقت والاداء تاعك اللي كان جميل؟ هذا جاء بعد عمل، يعني مش من اليوم ولا من البارح، العمل هذا جاء من تعرف من الطفوله، من الصغر، من الواحد
ديما راه الفوتبول تاعو في فرق صغيره وجا بشوي بشوي من الملعب الافريقي الملعب الصيفي. الافريقي الصيفي اللي نتمنوا له الصعود هذا الموسم ان شاء الله. بعد انتقال الاتحاد الصيف نخوض تجربه ثلاث مواسم، بعد انتقلت فريق اتحاد حجوط، بعد انتقلت الفريق امل الاربعاء، وبعد راني في شباب الوزداد الموسم الثاني على التوالي. شرف كبير لي انا توجت بهذا الكاس، وان شاء الله فاتحه تتويجات اخرى. ميداليه ذهبيه ليحيى، واش تمثل لك هذه الميداليه يحيى؟ تمثل لي حاجه كبيره بزاف. هذه تبقى لي في التاريخ تاعي وتبقى من الدوله، باسكو اول هذه اول ميداليه منذ الاستقلال تحصل عليها الملاكمه ذهبيه. نعم هذه اول ميداليه ذهبيه تحصل عليها الملاكمه. يا سلام، شفت حتى يعني في البروفيل فيسبوك تاعك دي فوتو حاطهم بالميداليه، حاط يعني وقت ما طلعت في الرينج. تصورك بزاف هكا، حتى لي زامي تاعك يكونوا اون كونتاكت يعني يعرفوا اخر اخبارك. شي يشرف على كل يعني يحيى، صوتو كما استقبلوني لما ذهبت وين نسكن. استقبلوني استقبال كبير، راني حاطهم فاني في فيسبوك في بلديه بن علة. ورانا استقبلنا يعني لي ميداي، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، يعني هذا الميداليات اللي جاوا بعد خدمه، جاوا بعد عمل، وجاوا في نفس الوقت بعد جهد كبير قدموا كل من عبد الكريم وكذلك يحيى، اللي اكيد نتمنوا لهم ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح وكل التشريفات للجزائر ان شاء الله. صح، كيفاش كانت الاجواء في العائله تاعك، سورتو العائله تاعك، احكي لي، باسكو على بالي سورتو لا مامون كانت فرحانه بزاف. بيان سور، ما يخفاش عليك، انا كاين انا وخويا في ليكيب ناسيونال ميليتير، مانيش وحدي. كانت منافسة في العائلة. شكون يزيد يحرز أكثر؟ لازمنا الضغط على العائلة، مش منافسة. كانوا زوج إخوة في فريق نفسه، كان كنا ديما على اتصال معهم، غير ينوضوا، قلت لك غير ينوضوا صباح ديكالاج دولار هذاك. الحمد لله احنا كنا وين ينوضوا يلقوا الريزيطا بوزيتيف. راح تشرفنا في هالأثناء أمينة كركوت ويادرا، واش راح تجيب لنا النهار اليوم؟ أمينة كركوت. أمينة كركود الوين راح تدينا النهار اليوم، مرحبا بك أمينة كركود. مساء الخير ماسي، نرحبوا بأبطال الجزائر اللي مشرفينا اليوم. دونك احنا على بالنا أنه فيه عدة قطاعات ماسي اللي تلزم موظفيها باش يرتديوا اللباس الرسمي ولا زي الرسمي يعني في أوقات العمل. بين هذه القطاعات كاين قطاع الصحة، كاين أيضا القطاع العسكري، كاين أيضا الشرطة، الجمارك، يعني الحماية المدنية، يعني كل هذه القطاعات، كل قطاع عنده زي رسمي خاص به. نشوفوا تفاصيل في الموضوع، جبنا لكم يعني كل قطاع واللباس ديالو، نشوفهم ونعاودوا نرجعوا. إذا كانت البطاقة المهنية هي الدالة عن وظيفة الشخص، فإن اللباس هو البطاقة العامة للتعريف به. فعن طريق السروال والقميص يمكن أن نتعرف عن مهنة كل عامل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الزي الرسمي الموحد. العديد من الإدارات تفرض لبس البدلة الرسمية للرجل وكذا المرأة لإعطاء أحسن صورة عن المؤسسة، وهذا ما تفرضه أيضا متطلبات المهنة. فنجد اللون الأبيض والأزرق والأخضر وشكل اللباس يطغى على أروقة وأقسام المستشفيات. حماية وضمان أمن المواطن مسؤولية تقع على كاهل كل من رجال الحماية المدنية والأمن الوطني، اللذان يتميزان بلباس موحد يسهل عليهما العمل. تمويه تسهيل الحركة، الدلالة على التخصص هو ما يميز اللباس الرسمي للجيش الوطني الشعبي، ويجعل كل فرد يفرق بين قواته المشاة، الطيران والبحرية. هو لباس رسمي يميز كل المهن، لكل تخصصه، لكل عمله، ولكل زيه الذي يمثله.
يعطيك الصحة أمينة كركود على هذا الموضوع اللي شفناه أونسومبل فيما يخص زي الرسمي اللي يكون في مختلف المؤسسات. أمينة، كما شفنا ماسي كل قطاع والزي الرسمي ديالو. لو كان نتكلموا شويه على القطاع العسكري بيسكم حاضرين معنا ديزافيتي من القطاع العسكري، زي الرسمي ديالهم يعني عندهم دو تونو، اون تونو تاع الصيف وان تونو تاع الشتاء. تاع الصيف تبدا في مي وتاع الشتاء تبدا في لو 15 اكتوبر، يعني وكل وحده واللون ديالها وكل وحده والقصه ديالها. اللون تاع فصل الصيف سي جون كاكي، وتاع الشتاء سي اخضر سي دون لو فير. دونك هاد اللباس ديالو ثاني يختلف، يعني كاين للإناث وكاين للذكور. ايضا عندهم اكسسوارات، عندهم دي كاسكيت، عندهم دي غون، عندهم ثاني للاناث عندهم دي ساك. يعني كل واحد عنده يعني باش يديروا الاختلاف بيناتهم. وهذه هي يعني مام كان تشوف تاع القطاع العسكري ولا تاع الامن الوطني راهم يختلفوا من بعضهم هكذا. مام في الالوان ماسي في الشرطه عندهم الازرق، يعني مام الحمايه المدنيه عندها اللون تاعها الخاص. القطاع الصحي ثاني عندهم لون خاص هكذا، يعني هكذا باش كل قطاع يعني يتميز عن القطاع الاخر. فيما يخص يعني المؤسسات الاخرى امينه كركوت، كاين يعني المؤسسات اللي يتلبسوا فيهم دي كوستيم امينه كركوت؟ نعم، كما احنا عندنا يعني قطاع النقل هادو يلبسوا دي كوستيم هكذا باش يعني عندهم كما نقولوا يقابلوا دي كليون، يقابلوا باش يكونوا بريزونطابل. ولكن اختلاف كبير يعني بين هاد القطاعات. كما نقولوا احنا القطاع، علاش ركزنا على القطاع العسكري وقطاع الامن والحمايه المدنيه؟ يعني راهو اختلاف كبير بين هذا القطاع والقطاعات الاخرى. احنا على هذا حبينا انه يزيد يقاسمنا البلاطو تاع نهار اليوم ضيف واحد اخر احنا نساعده كثير بلقائه ونساعده كثير بحضوره معنا في برنامج رانا هنا، الا وهو العقيد دلمي فريد بوراس اللي هو رئيس الوفد الرياضي العسكري. تحيه كبيره للعقيد دلمي بوراس فريد. أنا جزائري هكا نقولوا كلنا، لأنه عندنا الحمد لله يعني دم صافي ودم شريف يمشي في عروق كل واحد فينا، وهو نفس الشيء بالنسبة لضيفنا لنهار اليوم يعني اللي شرفنا كثير بحضوره أكيد العقيد فريد. مرحبا بك، فرحانين بلقائك نهار اليوم. الله شرفتنا والله العظيم، شرفتنا نهار اليوم. الله يسلمكم ونشكركم على الدعوة ونشكر الجمهور الحاضر. يعني هذا الإنجاز إن شاء الله راهو فخر للجزائر، ونهدوه لكل الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى أول نوفمبر 54، وهذا دليل بأن الشباب الجزائري أدى مهمته على كامل الوجه. أتم وجه يعني الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. ونقول فقط أنه يعني سيادة العقيد أنه أنتم الحمد لله كنتوا من وراء هذا الشباب ترسموا في الاستراتيجيات وتبنيوا في الطريق اللي راح تكون معبده لهذا الشباب باش فقط يكون عندهم القدره باش ياسوا للفريق العسكري الوطني ويصنعوا تاريخ كبير وعريق لهذا الفريق اللي يشرفنا وما زال يزيد يشرفنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كل حال يعني باش نروحوا في صميم موضوع يعني هذا النجاح راه كان راهو من الهرم الى الاسفل. اكيد يعني من القياده العليا للجيش الوطني الشعبي اللي اعطت استراتيجيه واعطت الامكانيات الماديه والمعنويه واعطت كذلك كل الفرص للرياضيين الجزائريين المنخرطين على حسب المثال عن طريق التعاقد اي المنعقدين او الرياضيين الخدمه الوطنيه وخاصه التاقلم مع السياسه الجديده لسنه في الخدمه الوطنيه. وصلنا بالعمل الدؤوب بالتخطيط كذلك يعني باراده الشبان الجزائريين
يعني اللي راهم كل واحد منين، واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال واحد من الجنوب. انا فرحت سيادة العقيد حينما يعني نشوف هذا الشباب يعني راهم في مقتبل العمر 26 سنه بالنسبه لك عبد الكريم، ويحيى يعني 24 سنه، تشوفهم فرحانين بالانجاز اللي قدموه. اه لابد يفرحوا خاطرش راهم سي سون ساكريفي، يعني راهم مدوا خدموا العمل هذا. بدا من سنه 2000 بعد 2011 باش نذكر واحد الامور. في 1995 اثناء الالعاب العالميه العسكريه الاولى بروما كنا بدينا بميداليه واحده، ميداليه فضيه نتفكر بها، ملاكم بليدة هشام، يعني لازم نذكروا ناس كيما هادو اللي كانوا رياضيين تاع من الاحتياطيين. كذلك في الالعاب العالميه العسكريه الثانيه بكاتانيا، بكاتانيا 2000 بسلوفينيا. كذلك ب 1999 وين كانت عندنا نتائج مرضيه. في الالعاب العالميه العسكريه الثالثه التي جرت كذلك بكاتانيا ايطاليا في 2004 والالعاب 2003 الالعاب العالميه العسكريه الرابعه بهيدي رباط، وين اقحمنا لاول مره منتخب جيدو بثلاث رياضيين، وين قدر يفوز على الفرق الكبيره مثل المانيا وروسيا ويتحصل على المرتبه الخامسه لعدد للعدد، يعني لازم يكون عندك خمس رياضيين دائما يتنافسوا ب2-0. يعني كانت عندهم الشجاعه باش يواصلوا وجبنا نتائج في كذلك في الملاكمه. اما 2011 في ريو جانيرو وين بدينا باستراتيجيه جديده متكامله، يعني بدات الاستراتيجيه من 2005، بدات في 2007 تعطي الثمار الاولى، 2011 بدات كانت مواصله. واش المواصله؟ غيرنا الرياضيين ولاو من الاحتياطيين الى متعاقدين. كانت رحنا في الالعاب تاع ريو جانيرو 2011 كنا 60% متعاقدين و 40% احتياطيين. اما المواصله في هذا العمل مع اخذ بالاعتبار الشروط للوصول ولرفع الرايه الوطنيه على المستوى العالمي، كانت هناك يعني صرامه في اختيار الرياضيين، في تجنيد الرياضيين من المدني للمنتخب الوطني العسكري. خاصة سيادة العقيد يعني صرامة، لأنه حتى يعني العناصر اللي راهم حاضرين معنا النهار اليوم حكوا بزاف، أنا كي كنت حكيت معهم في الكواليس قالوا أنه يعني الصرامة هدية كانت عندها مكانة، يعني في صنع هذا اللحمة اللي كانت ما بين الرياضيين، لأنه احنا اون فان كونت يعني رحنا بالقليل لكن جينا بالكثير. باغ كونتر يعني المنتخبات والمشاركين الاخرين لا، يعني باش نروح باللي هذه الصرامه راهي خاصه الصرامه في تطبيق البرامج، في صرامه في التدريب 8 سوايع في اليوم، الصرامه يعني في صرامه في احترام الاحترافيه في التدريب، لان هناك منهجيه وهناك يعني الانسان لازم المبادئ العلميه للتحضير الرياضي اللي نحب نلحق للمنتخبات. يعني كان هناك رياضيين اللي حتى عنده عامين ما شافش الكونجي، يعني باش تشوف اللي كان عمل. وما ننساش كذلك بلي هاد الرياضيين اللي راكم تشوفوا فيهم كاع يمثلوا 70% من المنتخبات المدنيه الوطنيه المدنيه، كسوا في الملاكمه كسوا في الجودو كسوا في العدو الريفي كسوا في التايكواندو كسوا في كذلك في الرياضات القتاليه. يعني ما ننساش ثاني كان انجاز اخر اللي مر باللي العدو الريفي العسكري تحصل على التوالي ثلاث سنوات متتاليه على ثلاث مرات البطوله العالميه العسكريه للعدو الريفي. اعطونا تحيه كبيره، تحيه كبيره على واستطاع ان يتحصل على جائزه التي وضعت من سنه 1948 تحصلت عليها الجزائر في 2013 وراي عندنا الان في المتحف العسكري ببن عكنون. سي شرف. وهذا دليل على ان المنهجيه التي كانت عملنا بها وصلت ان نخليو الرايه الوطنيه في 2015 بكوريا الجنوبيه تترفع اربع مرات واربع مرات نسمعوا قسما. يعني وهذا يعني الانسان يفتخر به وافتخار كبير لأداه الشباب الجزائري. راح يكون فيه ركن سكانير مع كل من عبد الكريم وكذلك يحيى. عبد الكريم يحيى انتما مستعدين؟ مستعدين.
أتم الاستعداد؟ مستعد. أكيد مستعدين، وراح نروح لأول سؤال وعبد الكريم. عبد الكريم، أنت من مواليد 3 أكتوبر عام 1989 بسطيف. نعم. أنت شرفت منطقة سطيف. الحمد لله. كنت خايف يوم ما دخلت في غمار هذه الألعاب العالمية السادسة؟ كان عندك الخوف؟ لا أبداً. علاش؟ نحب التحديات. هذا كان ضمن الاستراتيجية تاع التحديات اللي كانت مرسومة في ذهنك؟ لا. ولا جات بصدفة؟ لا، كان ضمن استراتيجية التحديات وحققتها؟ الحمد لله. الخوف أنت قلت من قبل ما عندوش محل في حياتك، لكن عشت في المنازلة اللي جمعاتك مع عنصر قوي وقوي بشكل كبير. شكون هو هذا الخصم؟ هي ماشي خوف زعما، في المنازلة الأولى مع الروسي. والحمد لله يا ربي درت بين عيني الإعلام والشعب الجزائري هذاك يستنى فينا باش نحققوا نتيجة مليحة، هذاك هو حفزت روحي. طاحت دمعة من عينك يوم ما سمعت أنه الميدالية هي من نصيبك، الميدالية الذهبية؟ جاتني الفشلة كيف في يدي، فد لي الحكم يدي طحت في الأرض. زيد لما كان يطلع النشيد الوطني هذيك لم فيهاش شك بكيت. النشيد الوطني يسمع من كل الأجناس ويسمع من كل يعني اللي كانوا حاضرين واللي كانوا يشوفوا في هذا الألعاب العالمية السادسة. وش هي الصورة اللي جاتك في ذهنك حينما سمعت النشيد الوطني الجزائري يعزف؟ حين تسمع النشيد الوطني يعزف، حاجة الأولى لحمك يشوك، حاجة الثانية تعرف بلي البلاد هذه ما تعليها شهداء وناس ورجال يلفوا الديفوندي عليها بكل قوة وكل روح. أنت هل قدمت يعني كل ما بوسعك وش تقدر تقدم في هذا الألعاب العالمية السادسة، ولا قدمت فقط البعض من قدراتك؟ لا، ما دامنا دخلنا المنافسة هذه من أجل تشريف الوطن تقدم بكل قوة وبكل ما الواد لي وش كاين في وسعه يقدم ويمد كلش البطولة هذه من أجل البلاد، من أجل التتويج، من أجل كل شيء. يحيى، فخر لي كي قدرت طلع الإعلام، فخر إحساس تقدرش تصوره. راني حاب نعرف الكلمة اللي قعدت في ذهنك وانت رايح للمنازلة اللي خفتها لأول مرة في هذه الألعاب العالمية السادسة، وشنو هي الكلمة وشكون قال لك هذه الكلمة؟ هل من طرف الأصدقاء ولا من طرف العائلة ولا من طرف شكون؟ طرف المدرب، وجه لي تعليمات كيفاش لكن مع الخصم. المدرب جو عنده سمعة تاعو على المستوى العالمي، وهي السمعة الجيدة اللي صنعها شبابنا لنهار اليوم اللي راهم ضيوفنا للجزائر قالوا رانا هنا، وللجزائر قالوا راح نبقاو هنا، وللجزائر قالوا تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. تحية كبيرة لضيفي ونهاية ركن سكانير لنهار اليوم مع كل من عبد الكريم وكذلك يحيى. هما الجزائريين اللي يحبوا بلادهم وغيورين على الوطن تاعهم، وهما اللي أكيد يحطوا الجزائر في عقولهم في قلوبهم وفي وجدانهم، ونقولوا أنه الجزائريين رح يبقوا دايما إن شاء الله يواصلوا في مسيرة البناء والتشييد في مختلف المجالات ومختلف الميادين. رح نشكر بشكل كبير أمينة كركود اللي كانت حاضرة معنا النهار اليوم، يعطيك الصحة أمينة. شكرا ماسي، شكرا، ونتلاقى إن شاء الله الأسبوع القادم.
وعلى بالي باللي الحاجات الجزائريات كلهم بدعاويهم كانوا مع هذا الشباب الجزائري اللي هما خيرة الشباب وخيرة أبناء هذا الوطن المفدى اللي إن شاء الله يا ربي نتمناو أنهم ديما يبقاو للوطن وديما يبقاو للجزائر. هكا سيادة العقيد إن شاء الله إحنا هادو ما شبان دوكا راهم سي كاش نقولوا هاد الرياضيين عطاو كل باب يوسعهم وحنا نقولوا بلي ماشي غير هادو باسكو كنا 53 رياضي ونشكر 53 رياضي اللي دافعوا على سمعة الجزائر في ست اختصاصات هي كرة القدم الجيدو التايكواندو العاب القوى والملاكمة. يعني هاد الرياضات راهم 53 بالنسبة للدول المشاركة بأكثر من 100 احنا خدمنا ما قل ودل والنتيجة راهي قدامكم الحمد لله يا رب. نقولوا برك تانيك يعني كانت فيه مباريات ودية فيما يخص يعني كرة القدم المنتخب الوطني العسكري مباريات ودية مع فرق النخبة الأولى سيادة العقيد وهذا داخل في إطار التحضير يعني ما تنساش باللي هذا الفريق تحضر عنده عامين يعني عامين مع المدرب الجديد وين تبدل كاع الفريق بقاو فيه رياضيين وفي هذا الإطار كان مديرية الفرق الوطنية تحت إشراف مديرية الرياضة العسكرية هناك برنامج وبالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان هناك عمل وتنسيق فيما يخص البرمجة كان هناك تربص 14 تربص يعني اون جينيرال والتربصات هذو خاصة الأخيرة تموا كاع في الجزائر إضافة الى التربصات تاع الرياضيين تاع كره القدم اللي داروها مع الفرق تاعهم يعني القياده سمحت لهم باش يشاركوا مع الفرق تاعهم في التحضيرات على المستوى خارج البلاد وهذا اللي خلانا نوصلوا الى ان نكيف التربصين الاخيرين حسب المنوال المباراه التي كانت راح تجرى بكوريا الجنوبيه وهذا اللي خلانا يكون عندنا ان برونوستيك اللي ما غلطناش فيه والحمد لله يعني كان في درنا ان سون فوت كواكو كانت هناك تم نسوايا سو لو بلون فيزيولوجيك سي با فاسيل كامام اون ا بو سادابتي اي اون ا بو كامام يعني في المقابله الاولى مع قطر قطر اللي ضرب شهرين في اندونيسيا في ماليزيا وكان 15 يوم في كوريا وتلحق تربحوا لازم تكون عندك ما كانش يعني شيء لا جدا شي سهل ما كانش يعني كان شيء اكيد مبني على دراسه ومبني في نفس الوقت على استراتيجيه اللي مرسومه اكيد من طرف هذه الرجالات اللي راهم هنا من اجل الجزائر وراهم هنا من اجل الرياضه العسكريه الجزائريه. والحاجه توحى رانا حابين نسمعوا شويه صوتك معليش نعاود نولي لك الحاجه توحى يا درا الطبيعه جاتني مليحه هيا شيرات البنات يا درا مليحه ولا ماشي مليحه مازال صغيره وندقدق القرقع هاي زعما قلتو شيبانيه مسكينه ساي نعاودها ونقولها انا كلشي نديرها هنايا وهذه الخدمه تاني شريفه سبحان الله العلي العظيم وتو دابور باش يكون في علم الجميع وي نعاودها افيك لارتيكولاسيون جي ماري سي فوا Oui, j'ai marié 6 fois, mais tous les maris sont morts. Oui, à l'accident. C'est pas l'accident de voiture, non. À la cuisine. Semhouli. Ou un des téléphones, t'es un khdembi. Wa. Griffe, c'est la griffe. La marche de Tony a dit, wakila. Khdembi, c'est-à-dire, j'ai bih les gala. J'ai bih le. حتى الجنايز في راس العدون ان شاء الله نخدمهم هنايا عندي جروب تاع الندابات ها سمحوا لي تليفون ايسوني والله ما على بالي شكون هادي ها هادي مسكينه كنتي عايشه او فرانس دوك تشوف نوري لها نهضر معها فرونسي ولا نورمال او فرونسي اوكي Au revoir, on veut la voter par radio, on dit que ma mère revoit cette couronne, il peut se sentir frustré, ma soeur me donne trop par radio, ne que très place, mais le frustration, voilà que je me sens. Oh yeah! وا بنتي شربي وحده صباح وحده عشيه واه جاني رابير تاع فرونسيه قطعي حافظ السانك لونغ اسبانيش انجليش ريبيديش ولا كورنيش يا درا نجيب روحي ولا لا موسيقى
هذه كانت الحاجة تحى معكم ناسنا وحبابنا اللي مازالهم دايما أوفياء لنا من خلال برنامج رانا هنا. في هذا الأثناء راح نستقبلوا مباشرة نسرين عروة ويدرى واش جابت لنا هي تاني. نسرين عروة نسرين عروة أكيد مع رانا هنا ديما جديد وديما المواضيع اللي راح تكون غير في برنامج رانا هنا. نسرين طبيعة الحال مساء النور ماسي، نرحب ضيوفنا سعداء اللي راكم حاضرين معنا، الأوفياء تاعنا اللي يشاهدوا فينا عبر حصتنا رانا هنا، والجمهور تاعنا وما ننساش بيان سو ماسي تكشتوحة مرحبا بك. زعما نسيتيني ولا زعما لا خاش راني لابسه الطابليه اليوم وانا راني نقي الديكور ونديك شتاهو ننسى روحي وما ننساك. الله يعطيك الخير، راكي رابحه بنتي، راكي كنا مرا. انا صار لي كيما الكوموندون دو بور تاع الطياره، قبل ما يكون كوموندون دو بور يليق له يكون ميكانيسيان. اسكو فو زافي كومبري؟ ميرسي. نسرين عروة اكيد نرحب بك من جديد. لنهار اليوم جبتي لنا موضوع طبيعة الحال، اذا بما انه حديثنا راح يكون على التتويج اللي حققته طلبه العسكريين وعن الرياضه العسكريه عموما، كنا رحنا وزرنا مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضيه العسكريه وعشنا يوميات الطلبه اللي يدربوا هناك. نشوفوا في الموضوع ماسي. اكيد انت يا نسرين كنت محظوظه باش عشتي معهم هذوما لي مومون، يعني كانت اوقات جميله قضيتيها معهم. تعلمت اشياء كثيره وتعلمت اشياء كثيره. يلا راح اكيد نزيدو نحكيو على كل هذه الامور من خلال الروبورتاج اللي راح نشوفوه سويه وراجعين. لم تكن النتائج التي حققتها الرياضة العسكرية وليدة الصدفة أو الحظ، لكنها نتاج جهود كبيرة في مقدمتها التحضير النوعي العالي المستوى الذي يتم بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية. احنا عندنا القيادة نتاعنا، القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مدعمت لنا الرياضة العسكرية يعني تدعيم دون شرط، يعني وحنا علينا غير نديروا النتائج. إطارات مختصة ومؤهلة في مختلف المجالات التكوينية لا سيما التقنية، فضلا عن منشآت وهياكل حديثة تمنح للرياضي الإطار الملائم لتطوير مستواه وتحفيزه على تحقيق نتائج إيجابية. التتويج هذا ما جاش هكذاك، جا بتضحيه بالطاقم الفني بوطاجين والنوري اللي درنا عمل كبير. الخليه هذه راح تدعم الكره السله الوطنيه بتحضير منتخب وطني عسكري قوي، راح نعطي دعم للمنتخب الوطني الاول. الى يومنا هذا راه عندي 11 سنه هنا في هذا المركز، وهذا المركز جوهره للجيش الوطني الشعبي في التدريبات. عضو في المنتخب الوطني العسكري للمصارعه، متواجد هنا بالمركز لتحضير الفرق الرياضيه العسكريه منذ 2008، وهنا المنتخب وفر لنا كل الامكانيات. انتمي الى المنتخب الوطني العسكري في رياضه التايكوندو. التحقت بالمنتخب الوطني العسكري للملاكمه وباش نطور فيه الامكانيات تاعي، والحمد لله لقيت فضل المدربين لهنا وفضل ستاف تكنيك. الرياضه
النسوية العسكرية لها مسارها أيضا، فهدى شعبي حققت إنجازا جيدا في اختصاص صعب يتطلب الكثير من التقنيات والتركيز. بالنسبة لاختصاص بندقية كان قليل بزاف بالنسبة للمرأة الجزائرية، وهذا اللي برزني باش نكون أول امرأة جزائرية وأول امرأة عسكرية اللي تنور رياضة واختصاص بندقية. لقد قامت الرياضة العسكرية برفع عدة تحديات إثر تحصلهم عن جدارة على ألقاب عالمية وإفريقية وعربية، وشاركنا في عدة منافسات دولية منها آخر بطولة عالمية شامبيون دي موند في إيران، وأنا تحصلت على ميدالية برونزية في رياضة البومسي. ديت مرتين على تدولي بطول العالم الجيدو في وزن أكثر من 100 كيلوغرام. حرصت على عدة ميداليات منها نائب بطل إفريقيا ونائب بطل العرب. تحصل على بطولة إفريقيا، تحصل على بطل العرب، وتحصل على عديد من البطولات الوطنية. البطولة الإفريقية للرمي الرياضي اللي أخذت المرتبة الأولى سنة 2014، يليها المرتبة الثانية في البطولة العربية. هو البطل العالم لثلاث دورات متتالية 2010 2012 و2013. وإحنا ما عندناش أهداف أخرى من غير نقول لنا رفع الألوان الوطنية خاصة خارج الجزائر. وبذلك فهي فخر وتشجيع للجيش الوطني والرياضيين العسكريين من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات لترفع من شأن وصورة الجزائر دوليا. يعطيك صحة نسرين على هذا الموضوع اللي اديتينا من خلاله لتدريبات المنتخب الوطني العسكري اللي أكيد راهم حاضرين اثنين من العناصر تاعو هنا في البلاتو، إضافة كذلك لسيادة العقيد معنا. نسرين، إذن هذا المركب اللي كنتوا شفتوها معنا يساهم كثير في تدعيم وتكوين رياضيين عسكريين في كل المجالات. هذه التحفة المعمارية لأنها حقا تحفة معمارية جميلة مركبة بكل بتقنيات جديدة وتكنولوجيا حديثة. إذن المركز اللي افتتح عام 1997 يستقبل طلبة مختصين في مجالاتهم الرياضية، ولازم يكون المستوى ثالث ثانوي، هكذا ما غلطتش يا أستاذ، مستوى ثالث ثانوي، ويتكفل بهم المركز ببرنامج خاص كما شفتوه معنا، هو يعني برنامج خاص يسرى لهم يوميا. ومجالات رياضية كثيرة كما كنتوا شفتوا معنا في الموضوع، هناك كرة القدم، كرة اليد، هناك الجيد والمصارعة، ألعاب القوى والعدو الريفي، ويعني رياضات كثيرة. إذن المركز كذلك دعم مؤخرا بمركب رياضي أولمبي اللي دشن سنة 2013 كما شفتوه معنا. هذا مكسب آخر يعني، نعم مكسب جديد، وهو والجديد في الأمر أنه هو الأول من نوعه في افريقيا، لانه متعدد في الرياضات عموما. اذا وما علينا غير نقول انه الرياضه ربما العسكريه هي مكسب للجيش والوطن عامه، وربما اذا كانت بعض الاضافات يزيدها لنا الاستاذ بخصوص الطلبه والدخول والترشح في المركب كيفاش تكون؟ سياده العقيد، يعني على كل حال كي مشكور على اللبده اللي فيما يخص المستوى، المستوى يعني هادو ما يدخلوا كجنود أو رقباء، كجنود المستوى يكون متوسط متوسط. فيما يخص للمركب، هذا المركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، راهو لؤلؤة الرياضة العسكرية ولؤلؤة الرياضة الوطنية، وذلك لاكتسابه على كل الإمكانيات اللي تسمح للرياضي أن يتكون، ويتكون في إطار منظم، في إطار يسمح له أن يشارك في المنافسات الوطنية والدولية والدولية العربية والقارية والعالمية. كذلك هناك إمكانيات للاسترجاع، الاسترجاع والمتابعة الطبية. ما يخفلك بلي هناك نواة خالية خاصة لاتباع الرياضيين من الناحيه الطبيه ومن الناحيه النفسيه. عبد الكريم ويحيى راهم محظوظين يعني. على كل حال كل الرياضيين بس هذاك المركز يعني دوك نهضروا بالعاميه، هذاك سي نخبه النخبه. يعني ما ننساش باللي هو راهو يمثل النخبه الوطنيه، وهناك نخب جهويه. كذلك هناك اكتساب القاعه مختلف الرياضات، وهذا الاختصاص، هذه القاعه هي مختلف اختصاص، وانما عندها مضمار لألعاب القوى الأول في إفريقيا، أول في إفريقيا تاع 200 متر، ويسمح لتنظيم كل المنافسات الرياضية
في 25 اختصاصات ما عدا الرمي بالجله اللي تهلك لو طابي هذا. وكذلك رانا في انجاز ان شاء الله مسبح اولمبي، مسبح اولمبي ان شاء الله يعني راه في اطار انجاز. كي جيتي لبن عكنون وشفتي بدات الاعمال ان شاء الله يكون متحف، يكون متحف اللي يسمح للرياضه الجزائريه وخاصه للسباحه الوطنيه باش تتطور وتعطي لهم الامكانيات باش يكونوا هناك ابطال عرب، ابطال افريقيين وابطال عالميين ان شاء الله. يعني سياده العقيد، يعني رانا نشوفوا والحمد لله انه السلطات الجزائريه راهي تعطي اهميه للرياضه العسكريه، واكيد هذه الاهميه اللي رافقتها اراده الشباب وفي نفس الوقت سعيهم من اجل تمثيل الرياضه العسكريه الجزائريه احسن ما تمثيل. اكيد حينما تسمع كل هذه الانجازات انت كرياضي يحيى، هذا الشيء يخليك تزيد تقدم دائما الاحسن من كاع واش كاين فيك، يعني تقول لما لا، لازم نزيد نشرف الجزائر، لازم نزيد نخدم. بالنسبه لك انت يحيى، احنا كي حققنا هذا التويج ماناش راحين نحبسوا عند هذا التويج، راحين نعملوا اكثر. وكاين الامكانيات، يعني امكانيات مثلا هذا المركب اللي خدموه الاول في افريقيا، فيه كامل الامكانيات باش تخدم، كامل التجهيزات باش كذلك اللي راهي رايحه تكون لصالح يعني اللاعبين ولصالح باش الرياضيين تزيد في العمل، باش يزيدوا اكثر في العمل. نعم، انت مثلا يعني عبد الكريم انت بمثابة يعني واحد ممثل الشباب الجزائري، انت راك يعني ما شاء الله عليك كنجم من نجوم الرياضة العسكرية الجزائرية، مثلت الرياضة الجزائرية احسن ما تمثيل، هذا الشيء راح يخلي في روحك انك تزيد تقدم دائما الافضل عبد الكريم؟ معلوم ان كي تتوج ببطولة عالمية ما تبقاش زعما تقول هذا حد لقصة تتويج فهم توجور يكون اوبتيميست، زعما يقعد غير دائما غير يدخل كومبيتيسيون يروح من اجل التتويج. بمعنى الاحلام تاعكم ما عندهاش حدود؟ هذه احلام اللاعب والرياضي بصفه عامه، احلامه لازم ما تكونش غير هنا، تكون لبعيد، انك توجور لبعيد دائما من اجل التتويج، وتتويج بعد تتويج، لازم ما يتوقفش عن تتويج واحد. ان شاء الله سيادة العقيد راك تشوف، يعني يقول لك يعني الاحلام ما عندهاش حدود. نفس الشيء حتى الجمهور والشعب الجزائري كله الاحلام تاعهم ما راحش يكون عندها حدود في انهم يوثقوا في هذا الفريق ويزيدوا ان شاء الله ينتظروا منه انتاجات وانجازات في نفس الوقت. على كل حال ان شاء الله، ولكن ماشي غير المنشآت الرياضيه، وانما ثاني ما لازمش نكروا عمل المؤطر الجزائري، عمل المسير الجزائري. هناك تنسيق، وهذا يدل على شيء، ان الاطار الجزائري والمدرب الجزائري والمسير الجزائري اذا كان هناك تنسيق في عمليه تحضير واخذ بها الاعتبار كافه المعطيات العلميه لتكوين منتخبات رياضيه من شبان لهم كفاءات فنيه وتقنيه، والمتابعه والمساعده والتقرب، يعني ما خفالكش هذا النجاح في كوريا المسير كان اقرب للرياضي من المدرب، يعني بذكر على سبيل المثال مدير الرياضات العسكريه كان يتغدى ويقعد مع الرياضيين حتى يركضون باش يروح. والله تحيه، يعني تحيه كبيره، مثال حلو، مثال حي، كنت حاضر فيك كرئيس الوفد الرياضي العسكري. سيتي با اون كومبليزونس، سيتي اون ميسيون كانت مهمه، وكان على كرئيس مهمه على عاتقي ان ننجح بهذه المهمه، والحمد لله بفضل جهود كل كالرياضيين كالاطارات كالمسيرين كنا يد واحده لنسمعوا قسما، والحمد لله نهار اللي ولينا وصلنا الى ارض الوطن ما تنساوش باللي درنا انجاز عظيم، وانه ان الجزائر الوفد الرياضي العسكري الجزائر تصنف في المرتبه الثامنه عالميا قبل كل البلدان العربيه والافريقيه وبعض البلدان الاوروبيه التي تعترف بانها قوه عظمى في الرياضات، وذلك الثامنه على 134 دوله. يعني باش تشوف الانجاز،
اول مره في تاريخ الرياضه الجزائريه وين وفد الجزائري يدخل في التصنيف العاشر عالمي، نعتبر حاليا قوه عظمى من حيث الرياضه العسكريه، وهذا دليل هذه القوه. سيادة العقيد، دوكا المنتخبات الاخرى العسكريه راح تدير لها الف حساب قبل ما تكون يعني تقابل هذا الفريق اللي هو الفريق الوطني العسكري الجزائري. وفي كل الاختصاصات، نعطيك مثال، 2013 بطل عالمي طيب محمد امين، يكرر المره في 2015 واللي صعب على البطل العالمي، يعني لاستوز سيك تعاود نفس الكره بطل عالمي، ما يجد يعني جات هكذا، كاين عمل كاين عمل. نعطيك الفريق الوطني للجودو حقيقة في 2015 دار المرتبة الثالثة عالميا، ولكن في 2013 و2015 دار المرتبة الخامسة عالميا، أمام غلب على روسيا على إسبانيا على أفريقيا الجنوبية، يعني دول لا يستهان بها في الرياضة في الجودو. هذا واش راح نحكيه على كل بعد قليل فقط مع عبد الرحيم اللي راح يدخل ونستقبلوه في برنامج رانا هنا بعد ما نودعوا نسرين. يعطيك الصحه نسرين، الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. الاسبوع المقبل ان شاء الله راح نتلاقاو نسرين من خلال روبورتاج كذلك راح نشوفوه معاها. قلت انه عبد الرحيم راح يكون بعد قليل. يدرى الحاجه توحى واش وجدت لنا فيها؟ ايه ماسي ايكوت ايكوت وحرزت غير من الداخل، حرزت غير، ما بغيتش نخليها في قلبك، بلي انا تاني حافظ السولفيج. ايكوت ايكوت لا ميوزيك. عبد الرحيم بوترعة. مرحيم كذلك المواضيع اللي يجيب لنا في كل مره. عبد الرحيم نرحب بك. مرحبا بك. الله يسلمك. مساء الخير ماسي، مساء الخير لزافيتي تاعنا. سياده العقيد، هذا شرف كبير انكم حاضرين معنا اليوم. ليجان شرفتوا الجزائر، مرحبا بكم معنا. كذلك الجمهور اللي يشاهد فينا من خلال شاشه التلفزيون، مرحبا بكم ثاني. يو 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 يا ترى واش السر الصغير يا ولدي؟ راح يشغل يقول لك كل يوم كل يوم كل يوم يا رحيم تزداد جمالا، كل يوم. وقولي على الكرام اللي راك ديرها يا ولدي رحيم، راك البوبون. الله يخليك، منوره عندك لا بريزونس بريز امبورطون كونتر على شي وحدين. معليش الحاجه توح على بالك ولي راك تقصدي بيا. حاجة توحى قصدتني ديريكتومون، بصح معليش انا ما راحش ندير عليك الحاجة توحى، لانه رحيم تانيك هو شاب من الشباب اللي يمثلوا هذا البرنامج رانا هنا. عبد الرحيم بارك الله فيك. يدرى وين راك رايح تدينا النهار اليوم؟ ماسي جمهورنا الكريم، مادام ليزانفيتي تاعنا راهم يمثلوا النخبة الوطنية العسكرية، انا اليوم فضلت نحكي على التتويج اللي كان
تحصل عليه الفريق الوطني العسكري لكرة القدم بكوريا الجنوبية في إطار المشاركة دياله في الألعاب العسكرية العالمية للمجلس الدولي للألعاب العسكرية. الفوز تاعو هذا كان للمرة الثانية، يعني فاز بالكأس للمرة الثانية بعد ما كان فاز بها للمرة الأولى في البرازيل، وهذا طبعا هذا العام ماسي عرف التميز كبير للفريق الوطني كذلك لكرة القدم. وعلى بالي بلي راك حاب لو كان نسترجعوا أهم اللحظات تاع التتويج، نروحوا نشوفوها ماسي مع جمهورنا الكريم لهذه اللحظات، يعني اللي يشوفها يحس بالروح الوطنية وكانت فرحتنا احنا كامل كجزائريين. حقيقة عبد الرحيم، بالرغم من أنه يعني الوقت مر على إحراز الفريق الوطني العسكري على هذا الإنجاز، لكن راح نبقاو دائما نتشرفوا بهذا الفريق. راح نشوفوا هذه الورقة من إمضاء عبد الرحيم. مشوار متميز ونتائج رائعة حققها منتخبنا الوطني العسكري مفخرة الرياضة الجزائرية، وبفضل هذه النتائج الرائعة ارفع راية الوطن عالية في سماء كوريا الجنوبية، أين احتفظ ببطولة العالم للمرة الثانية في الألعاب العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية اللي احتضنتها كوريا الجنوبية في الطبعة السادسة ديالها. الدورة ما كانش سهلة، دورة كانت قوية، والهدف الأساسي تاعنا هو الوصول النهائي. حلفنا الحظ اللي تمكنت من تسجيل زوج أهداف والحمد لله. النخبة الوطنية العسكرية أدت مونديال مثالي من خلال فوزها في جميع المباريات، والمسيرة كانت بدون خطأ رغم صعوبة كل المحطات اللي مرت بها. بالصح الاستعداد الجيد، العزيمة والإرادة جعلت الجزائر تحتفظ بتاج المونديال وللمرة الثانية. إن شاء الله مازال يعني مع الشبان تاوعنا ومع الإطارات تاوعنا، إن شاء الله في 2019 إن شاء الله نزيد نكونفيرمي وباللي الجزائر مازالها واقفة والمنتخب الوطني العسكري توجور مع الإنجازات إن شاء الله. 1 2 3 فيفا الجزائر. ملحمة ولا أروع عاشها منتخبنا العسكري، وبأبطاله كان التألق، الصدارة العالمية، والتتويج كان بالذهب. إن شاء الله يحفظها ربي بلادنا الجزائر، وإن شاء الله يحفظ كل الجزائريين والشباب الجزائري. وأكيد هذا الموضوع اللي كنا شفناه مع عبد الرحيم عاود رجعنا يعني للفرحة، وعاود رجعنا لهذه الأجواء اللي عاشها كل الجزائريين كبير وصغير راجل ومرأة، لأنه الفرحة صنعها الجزائري وكانت أكيد
باينة على المستوى العالمي أجمع. صح، وهكذا أنا حبيت ماسي نهني كامل الفريق الوطني العسكري والقايمين على الفريق لأنهم ثبتوا باللي هما الأجدى والأجدر بهذا الفوز، وحنا نعتزوا بهم وكذلك نعتزوا بالعمل هذا اللي قاموا به لأنه هما مفخرة الجزائر ماسي، وإن شاء الله تاني كنتمنى لهم أنه يزيدوا يجيبوا لنا ثالث كأس إن شاء الله اللي في الألعاب العسكرية العالمية القادمة إن شاء الله اللي تندار إن شاء الله في الصين، وكما يقول لك على قدر أهل العزم تأتي العزائم. بفضل هذا الفوز سيادة العقيد يعني قدروا يبينونا باللي بالعزيمة والانضباط ديالهم جابوا لنا هذا الفوز، وفرحوا فرحوا كامل الجزائريين وفرحونا كامل، وكذلك بينونا باللي يستاهلوا كل حاجة تاع خير ماسي. ربي يحفظك إن شاء الله، مازال الحجة هذه ماشي ثانية، مازال إن شاء الله تجي فرحونا ان شاء الله ان شاء الله الحاجه على بالي ان شاء الله الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثمانيه وكاع ان شاء الله ربي يطول ان شاء الله يعني كل افراحنا وافراح الجزائريين، ربي يخلينا ديما فرحانين وربي يبعد علينا عينين الحساد فقط، ربي يخلينا لبعض وربي يخلينا ديما اكيد متحدين، ويعني الواحد يخمم على الاخر وفي نفس الوقت نخموا على بلادنا في نفس الوقت. انا راح نقول للاسف وصلنا لنهايه برنامجنا، رانا هنا لنهار اليوم، راح نشكر بزاف عبد الكريم، نقول لك يعطيك الصحه وفرحنا بزاف اللي جيتنا وقاسمتنا هذه الاوقات الجميله اللي عشناها معك. عبد الكريم واش تقول لنا في الختام يا درا؟ في الاخير قدم شكر لكل من ساهم في التتويج بهذه الكاس، كل من لاعبين وطاقم فني واداريين، بلا ما ننساو اللواء اللي كان موفر لنا كلش، كان قائم وساهر علينا. وفي الاخير نشكرك اخ ماسي على هذه الدعوه. ربي يحفظك، احنا اللي نشكروك ونقول لك يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا. يحيى واش تقول لنا في الاخير؟ اولا نشكركم على هذه الحصه. ربي يخليك. ونادي هذا الفوز كامل الشعب الجزائري والبيبليك اللي راه حاضر هنايا وكامل الجمهور الجزائري والقياده تاعنا قياده المدرسه، ونشكر بالخصوص سكان بلديه بن علا اللي استقبلوا استقبال كبير، ونشكر كذلك المدرب الشيخ بجاوي وان شاء الله كل الناس اللي عاونوك باش تكون نجم من النجوم باش قدرنا يعني نحققوا الملاكمة. ربي يحفظك ان شاء الله يحيى، وراح كذلك نقول سياده العقيد انه شرف للجزائر انه يكونوا رجال واقفين لجنب هذا الشباب ويدعموهم وفي نفس الوقت يخليهم دائما في مسيره الابداع وفي مسيره البناء والتشييد. واش تقول لنا في الاخير سياده العقيد؟ هذه مهمه كل اطار في الجيش الوطني الشعبي لحمايه الوطن والدفاع عليه. وحبيت ناكد حاجه باللي في القانون الجديد للرياضة العسكرية للرياضة بصفة عامة التي خرج في سنة 2013 أدرج فقرة تتكلم على الرياضة العسكرية بعشر مواد، ونظن باللي هذاك الإدراج رانا أكدنا عليه في 2015 باللي راهو قاطرة يمكن أخذها بعين الاعتبار لأن تكون للرياضة الجزائرية شأن كبير في الألعاب الأولمبية ل 2016 بالبرازيل إن شاء الله. يا ربي ربي يحفظك، واعطونا تحية كبيرة على ضيوفنا نهار اليوم اللي شرفونا وشرفوا الجزائر. وفي الأخير كذلك راح نشكر عبد الرحيم، يعطيك صحة عبد الرحيم. الله يسلمك ماسي، شكرا لك، شكرا لكامل الحضور اللي حاضر معنا، يعني مزيد من التألق إن شاء الله لكامل النخب الوطنية العسكرية، ونهاية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وراح نشكر في نفس الوقت أمينة ونسرين اللي كانوا حاضرين معنا، الحاجة توحى دي جي رفيق وكل من ساهم معنا في هذا البرنامج. في الأخير راح نقول لكم أنه هذا الشباب راح يبقاو لخدمة هذا الوطن المفدى الجزائر، كما كانت أكيد الهامات والقامات ضحات من أجل أن الجزائر تستقل، فمازال شبابنا اليد في اليد يصنعوا هذا الجدار اللي راح يكون الجدار الحصين اللي راح يحمي هذا اللؤلؤ الجزائر ويخليها ديما نوارة في وسط البلدان. تحية كبيرة للجزائر، ومصطفى حجاج كان في إخراج هذه الحلقة. قوى على خير.